برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع موقع سيريا إن، شهد مسرح دار الأسد للثقافة والفنون حفل تكريم شهداء وشهدات الجيش العربي السوري بحضور ذويهم وعدد من الشخصيات الرسمية ومشاركة غنائية لكل من جوقة الفرح، كشاف سنابل المحبة وفرقة أدونيا. هيك تكريم بحسس بالروح، انه بانتشاء الروح بالرفعة، بانه هالدم ما راح رخيص، ونحن دم الشهداء يعني نحن بنعده انه مبدأ مثل وقود لحماسنا السرى، يعني ما راح نستسلم، وهو وقود لتكفاية هالمسير. هذا الشرف اني اكون موجودة بين الحضور بتكريم زوجي، والله يرحمه كان بطل بمعنى الكلمة. سوريا غالية واللي قدموه لغالي. أرضنا غالية وأرضنا غالية وبتستحقنا كتير، وشو ما بتطلب نحنا منقدم لها، كل شو ما بتريد نحنا جاهزين لها. يعني لنا كتير تكريم الشهداء، والله يرحم جميع الشهداء. الحمد لله قدموا دمهم وأرواحهم في دا الوطن. فعراسي فيهم كتير الشهداء وأولاد الشهداء وكل شيء ضحى في سبيل الوطن وفي سبيل الحق، ونحن كلتنا أهل الحق وندافع عن الحق، والله يحميها لسوريا ويرجع الأمان والاستقرار لسوريا. تخلل الحفل عرض فيلم وثائقي عن الشهداء وتكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية من كان لها بصمة واضحة في الدفاع عن سوريا، ومنها قناة الإخبارية السورية التي قدمت بدورها شهداء الكلمة. على هذه الأرض رجال ونساء قالوا وفعلوا لتعلو راية الحق، فكانوا شركاء حقيقيين بالنصر واستحقوا التكريم. للإخبارية السورية نرمين عمار.